تتناسب دعوات أوصى بها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام المباركة. الدعوة الأولى: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وهو الدعاء الذي أوصى به ستنا عائشة في العشر الأواخر من رمضان والشهر الكريم. الدعوة الثانية، الدعاء الثاني: اللهم إني نسألك الحسنى وزيادة، فالحسنى هي الجنة والزيادة هي لقاء فيها الله سبحانه وتعالى. الدعاء الثالث: اللهم بلغنا ليلة القدر وارزقنا فيها على قدرك أنت ولا على قدرنا، هي العظمة بالله سبحانه وتعالى. اللهم يا رحمن يا رحيم اغفر لنا ذنوبنا جميعا. ادعوا الثلاث دعوات دول لازم، لأن الأيام دي مفترجة، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا وصانا لحنا ندعي فيها.